السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجددا لجميع الأصدقاء والأساتذة الكرام وكل أسرة التربية والتعليم جميعا. غير فيما يخص غادي نحاول نطرق المشكل ديالي بعجالة. كما سبق لكم أنني نشرت واحد اللايف، يعني كنت درت فيه الحيثيات نتاع الإقصاء ديالي من موظفي التربية والتكوين. كما يعلم الجميع، أن الاسم ديالي حكم ورقية من مواليد 1984، حاصل على إجازة في الدراسات الفرنسية سنة 2009، ثم إجازة في إجازة مهنية أنيماسيون سوسيو كيلتيغال 2012. Après, j'ai eu mon diplôme en master didactique des langues et sciences du langage en 2014. Maintenant, je poursuis mes études au cycle doctorat ici à l'université Mohamed Ier à Oujda. يعني كما كيعرف العموم انني انا عندي سبق لي عندي واحد التجربه كتفوق 10 سنين في ميدان التعليم، وكان سبق لي انني اشتغلت مع اساتذه التخصص لمده سنتين، واشتغلت بكل من ثانويه الشارف الادريسي، ثانويه محمد عبد الجبري، اعداديه سيدي معفى، وكذلك ثانويه لاله اسماء، يعني لمده سنتين. ابخي يعني اشتغلت يعني بالتعليم الخصوصي لمده 8 سنوات كاستاذ للتعليم الاعدادي للسلك الاعدادي والثانوي. وكما كيعرف الجميع انني انا غادي ندوز المباراه ديال التعليم لمده 12 سنه متتاليه، وهاد 12 مره كامله كنحاول كنطلع فيها للشفوي، وكيتم الاقصاء ديالي بشكل مباشر، نظرا لانني انا كنت في واحد الوقت كنشط من داخل جامعه محمد الاول في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وكذلك الاعتقال اللي تعرضنا له سنه 2010 رغم جميع الاجراءات اللي درناها، رد الاعتبار القضائي والقانوني، الا اننا يتم اقصاؤنا للمره الثانيه عشر على التوالي. كيفاش غير باش نتوضح الراي العام يفهم مزيان كيفاش هاد الشيء 12 مره، يعني انني كما قلت دوزت التعليم بالدوق بالاجازه، دوزته في الرباط في فاس، ودوز التعاقد لمده 5 سنين وانا كندوز، وكيتم الاقصاء ديالي، وهذا ان دل على شيء انما يدل عن تنويع في اساليب القمع اللي كنتعرضوا لها. يعني 12 سنه وانا كندوز نفس المباراه، وعند اساتذه كيقراو معايا، وقريت التلاميذ في السنكيام في السيزيام، دابا دوك التلاميذ راهم اساتذه لمده 3 سنين، وانا اللي قريت في سد الخصاص، يعني اساتذه سد الخصاص بالجهه الشرقيه كلهم داروا لهم الادماج لانتيغراسيون الا انا. يعني كنتسائل انا مع هاد الناس، انا دابا كنتسائل مع هاد الناس، واش انا ما منحقش الولوج للوظيفه العموميه كما كينص يعني في القوانين ديال الوظيفه العموميه، انه لكل مواطن مغربي الحق والولوج في الوظيفه العموميه. واش انا هاد الناس كنتسائل معاهم دابا، واش انا ماشي مواطن مغربي، واش انا من البوليزاريو، واش انا غريب، واش يعني واحد اللي كيفوت الامتحان لمده 12 سنه وكيطلع الشفوي وكيتم الاقصاء ديالي كل سنه ومرارا وتكرارا، ورغم يعني في المطالبه ديالي في هاد الناس، وكي كنطلب استفسارات لماذا الاقصاء كيقولوا لك حنا ما عارفينش، يعني سأل مع الداخليه، روح للداخليه. دابا انا بغيت غير نعرف هاد الناس، واش حنايا التعليم كنفوتوا لوزاره التربيه والتعليم، او كنمشيو للداخليه؟ الا كنا كنفوتوا يعني التعليم تبع لوزاره التربيه والتعليم، خصنا الامتحان يكون مبني على لي كومبيتونس، على الكفاءات. اما الا غادي نوليو التاريخ ديالك واش كنت مناضل ولا ما كنتش تناضل من داخل الجامعه، هذا شيء اخر. يعني هاد الناس لمده 12 سنه وانا كيقصيوني، وانا عندي اليقين انني كنجيب لي نوت، كنجيب تقريبا بريسك 100%، لان داك الكيسيام كنخدمو كل عام، ونفس لي غيزيلطا كيوليو، وفي الشفوي كيعطيوني الاساتذه ديما كيعطيوني لي 18، كنفوت عند الاصدقاء ديالي، كنفوت عند لي كوليك ديالي، فوت عند الناس قرات معايا ماستر، يعني كل عام كيقولوا لي فيليسيتاسيون، كيقولوا لي هاني انا بالنجاح، ولكن كيستغربوا ان العام السنه المقبله كيلقوني امامهم. لهذا
لهذا دوك الناس حتى دوك الناس ما بقاتش عندهم الشفافيه ولا السلطه في الامتحانات، وبقاو دوك المفتشين اللي الان كيقدموا الاستقاله ديالهم، يعني ما باغينش يفوتونا لي كونكور. علاش؟ لانهم حنايا كيقصيونا، كيقول لك انا كنفوتك والداخليه كتقصيكم، يعني ما بقاتش عندنا سلطه وشفافيه. لهذا انا غير كان هذا غير كتوضيح للراي العام، يعني النوع ديال القمع اللي كنتعرض له من داخل هذا الوطن الحبيب لمده 12 سنة على التوالي. وشكرا للجميع، ونتمنى ان الناس تعطف معنا، ماشي تعطف معنا باعتبار انني انا بغيت الوظيفة ولا بغيت الولوج للوظيفة عن طريق كذا كذا كذا، ولكن تعطف مع القضية ديالي انني انا تعرضت للقمع لمدة 12 سنة، وانا دابا ما بقيتش طالب الوظيفة، ولكن كنطلب ان شكون هاد الناس اللي كتقصيني لمدة 12 سنة وكتحرمني من حقي في الحياة. أنا مستقبلا غادي نتابعها، غادي نتابعها، وأنا هاد الكلام ديالي غادي نحاول بشتى الطرق أنني نوصلو لسيدنا، نوصلو لسيدنا باش نتخذ الإجراءات ونشكي بهاد الناس اللي كيقصيوني وحرموني من حقي. أنا كما قلت 30 سنة ديال الدراسة، 30 سنة باش نحصل على هاد الشواهد كما كتشوفوا، جوج ديال الاجازات وماستر، مسجل في الدكتوراه، وكنتابع الدراسه ديالي بالقانون الخاص. يعني هاد الشواهد انا دابا واش غادي ندير بهم؟ ناكلهم واش ندير بهم؟ انا دابا غادي نقول غير حاجه اخيره للراي العام، انا هاد الناس بغيت منهم غير توضيح. الا ما عطاونيش توضيح، انا راه باقي لي الحل التالي معاهم، هو ان هاد الشواهد غادي نحرقهم امام الراي العام، امام الراي العام، يعني نحرقهم شهاده بشهاده ومن قدام الولايه، باش يعرفوا الناس هاد الناس الحقيقه ديالهم باننا رانا كنتعرضوا بالقمع، سواء القمع بشتى الانواع ديالو، ومن من اهمهم هاد القمع اللي كنتعرض له انا، يعني الاقصاء لمده 12 سنه. وهذا ان دل على شيء كيدل يعني على مجموعه ديال الاشياء، من بينها دابا هاد الناس كيقولوا انت لست بمواطن مغربي، انت غريب عن المغرب، يعني شي واحد اللي براني. وشكرا، واستسمح منكم من الاطاله، وشكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.